اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا حول الجولان العربية السورية المحتل، ووجه فيه أشد عبارات الإدانة للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الجولان السوري. نضع اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار حول انتهاكات إسرائيل كسلطة محتلة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الجولان السوري المحتل. لقد تجاهلت إسرائيل ومنذ احتلالها للجولان السوري عام 1967 مئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وعن غيره من المنظمات والهيئات الدولية، واستمرت في احتلالها لهذه الأرض الغالية من سوريا وانتهاكاتها للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشمل هذا الاستهتار بحقوق الإنسان الحق في الحياة وفي السكن وفي التنقل وفي زيارة سكان الجولان للأهل في الوطن الأم سوريا، والحق بالصحة والتعليم. كما استمرت السلطة المحتلة في فرض العقوبات القاسية والمعاملة غير الإنسانية على الأسرى السوريين في سجون الموت البطيء الإسرائيلية بمعرفة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. يؤكد القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان فشل إسرائيل في الامتثال لقرار مجلس الأمن الذي يطالبها بالانسحاب من الجولان السوري المحتل. يطالب مشروع القرار إسرائيل السلطة المحتلة بالانسحاب من الجولان السوري المحتل استناداً إلى مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن، وأبرزها القرار 242 لعام 1967 و338 لعام 1973 و497 لعام 1981. كما يطالب مشروع القرار بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى السوريين المعتقلين منذ أكثر من 26 عاماً في ظروف غير إنسانية ومهينة. مشروع القرار يدين إسرائيل جملة وتفصيلا، ويبقى السؤال متى تنصاع إسرائيل إلى القرارات الدولية؟ طه يوسف حسن، تلفزيون الجمهورية العربية السورية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.